بقى الاكشن اهو، وادي السيت بوينت اهو، يبقى في ايرور يروح على الصمام ايه يقفل شويه ويقلل البخار، والحراره بتاعت الهواء تنزل شويه لغايه كام 60 يعني 65 تنزل 60 وهكذا. اخش بعد كده على حاجه اسمها جاز اير هيتر. جاز اير هيتر، الجاز اير هيتر ده فيه ناحيتين جنبين، جنب بيمشي فيه هواء والجنب التاني بيمشي فيه غازات. الغازات دي جايه منين؟ اهو قال لك زولف بتاع الغازات اهو 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 يعدي اهو، بعد ما يعدي يروح فين؟ اما اتخانق مظبوط. يبقى ده الهواء اللي ايه؟ اللي داخل اهو، هيخش هنا ويخرج كده اهو، اسمه كومبشن ايه؟ ايه ده الهواء بتاع الاحتراق. طبعا عندي هنا 60، طب انا عايز ده يسخن لغايه كام؟ 110. ده الهواء مش موجود كله دخل في بعضه ولا ايه؟ ده هواء. قول هنا 60 كدرجه حراره هواء. انا عايزها كام بقى؟ عايزها 330 حراره الهواء عندي. العادي الله ينور عليك، قلب مبادر. والغازات اللي خارجه مش اكزوست اهو هيروح على المدخنه، كونك تستفيد من الحراره في الاكزوست اللي راح على المدخنه تجميعها على الجو اهو. شفت انت كده رفعت، يبقى ده هيت ريكفري برضه زي الاوبتمايزر، بس الاوبتمايزر جوه وده بره. السايكل الضغط بتاع الهيت مثلا، نعم ضغط ايه؟ ضغط الهواء ضغط الهواء؟ أقول لك أنا حاطط ضغط الهواء مع صباح قبله وبعده. بصوا كده، هي المروحة دي سحبت هواء جو مظبوط؟ يعني واحد اتموسفير مظبوط؟ رفعت الضغط شوية اللي هو الستاتيك بريشر. الستاتيك بريشر بقى كام مثلا؟ 1.15 مثلا، مش حاجة كبيرة، مثلا 1.4 في زيادات إيه؟ بسيطة. حلو كده كده؟ هيخش على إيه؟ على الفرن أهو، الهواء ده هيخش على الفرن. يبقى كده الفرن ضغطه هنا ايه؟ اعلى من الضغط الجوي. مين اللي عمله؟ مروحه. الهواء مروحه دخلت هواء في الفرن بضغط اعلى من الضغط الجوي، اللي هما بمقدار 1/10 اللي هما المقدار اللي هو الزايد ده. يبقى كده ضغط الفرن اعلى من الضغط الايه؟ يبقى الغازات تمشي ولا ما تمشيش؟ تمشي. ليه؟ لان النهايه مدخله مفتوحه للايه؟ الجو. يبقى انا عندي النقطه اللي جوه اعلى من الضغط الجوي، واخر نقطه هي الضغط الجوي. الغازات تمشي ولا ما تمشيش؟ هتمشي، تمشي فرصه. ولذلك سمينا المروحه دي ايه؟ فرصه درافت. فرصه درافت يعني معناها ايه؟ هي دي المروحه اللي تخلي ضغط الفرن اعلى من الضغط الجوي. يبقى اصبح الفرن بنقول عليه بوزيتيف بريشر فيرنس. بوزيتيف بريشر فيرنس. معنى فرن الضغط فيه ايه؟ بوزيتيف، يعني اعلى من ضغط الجو، اعلى من ضغط الجو. يبقى الغازات تتحرك من الفرن تمر على المواسير بتاعت المحمصات والهيتر والكومايزر وتخرج وتعدي على المسافه وتطلع على المدخله بفرق الايه؟ الضغط. طيب سؤال، لو المروحه دي فصلت، اقول اهو المروحه الاثنين فصلت، هما اتنين الواحد، لو واحدة بس خلاص يبقى اللود هيحصل له ايه؟ هيحصل لود ريجكشن لغاية 50%، هيحصل ايه؟ لود ريدكشن، يعني هيتخفض اللود للنص. جميل. طب التانية اتفصلت، معناها المحطة تفصل والغالية تفصل. ايوه مظبوط. يبقى حاجة بقى، الغالية فصل خلاص، شكرا. الغازات بقى اللي جوه محبوسة جوه دي تخرج ازاي؟ ازاي من اقرب طريقة؟ انا قلت في النورمال اوبريشن بتخرج بفرق الايه؟ مين اللي عامل الضغط؟ اللي هي المروحه دي. بس معايا اللي مخلي ضغط الفرن اعلى من ضغط الجو مين؟ المروحه. المروحه فين؟ انا سحبت الهواء بضغط جو راح رافع الضغط اللي هو الاستاتيك بريشر بتاع ضغط اعلى، دخلته الفرن فاصبح ضغط الفرن اعلى من ضغط الجو. خلاص يا زلمه والمخنقه خلاص تخرج تمشي. اما المروحتين فصلوا يعني مفيش حد عامل ضغط جوه الفرن اعلى من ضغط الجو.
يبقى الغازات اللي تخرج جوه دي تخرج ازاي؟ طب دي مشكله. هو مش غازات جوه الفرن محبوسه، وعايز بعد كده اولع البويلر تاني، او عايز اعمل صيانه في البويلر، او حتى عايز اشغل البويلر تاني، اشغله ازاي؟ ما انا ماسك ها هو تشيمني عاليه جدا. الله ينور عليك. يا سلام. ايه ده روبوت؟ انا عامل حاجه اسمها طول تشيمني، لان المدخنه 125 متر. المدخنه طولها 125 متر بعاليه عشان اعمل حاجه اسمها ناتشورال درافت. ناتشورال يعني ايه؟ يعني الهواء البارد يخش من خلال المروحه اللي واقفه، يخش عادي، يكسح مين؟ يزق كتله الغازات دي عشان تخرج على المدخنه. ناتشورال درافت. وهدول يعني معناه الهواء اللي بره يخش. هو فرق الكثافه. غازات كثافتها اقل من الهواء. الغازات السخنه سبيسيفيك بريجابتي بتاعتها قليله. اما الهواء البارد كثافته اعلى. الهواء السخن مظبوط كده؟ طب الهواء بارد ده بره اهو في الشارع بره المدخنه يعني. المدخنه دي جواها هواء غازات ايه؟ سخنه. ده كلها مليان الغازات. عايزين نحركه بقى. مين يزق؟ الهواء الساقع اللي بره ده يخش عادي خالص على الفرن يكسر. بسبب ايه؟ بسبب طول المدخنه. بعدين ايه اللي دخل طول الموضوع كده؟ هنرجع تاني. لو انا كده اتكلمت عن المدخنه ككولم كعمود، ده مليان ايه؟ غازات. واللي بره هواء. لو خدت على العمود كده وقلت البريشر رو جي اتش. البريشر بيساوي ايه؟ الرو في الجي في الاتش. ولا الرو دي اللي ايه؟ كثافه. مظبوط؟ والجي دي عجز بقى الارضيه دي ثابته. والاتش ثابته في طول المدخله. يبقى الاتش ثابته والجي ثابته اللي هي 10 او 9 8 من 10. عجز بقى الارضيه يعني. الرو بقى متغير. الرو بتاعت الغازات غير الرو بتاع الاير اللي بره. مظبوط؟ تمام. يبقى ده يخلق ضغط اللي جوه، يخلق ضغط اقل منين؟ بره. يبقى البره يخش. ماشي، بس في الاخر انا ترجمت لك اهو. اصل انا قلت لك من الاول الهواء البارد هيخش، وبعد كده يسال الناس تقول طب ايه اللي دخل الهواء البارد اصلا؟ هي في مروحه شغاله؟ مفيش حاجه شغاله. لو يخش كده يعني من غير بواب؟ يخش من غير بواب. ليه؟ عشان عامل ضغط اعلى. لو انا اتكلمت عن العمود ده، عمود قصاد عمود، بره هواء وجوه غازات. يبقى الضغط بره اعلى من جوه. ان البريشر بتتناسب مع مين؟ مع الرو. طالما لقيتش ايه؟ كثافه. خلاص؟ يبقى لما الكثافه تقل يبقى البريشر الناتج منها قليل. الضغط على الغازات يبقى الضغط هنا قليل جوه. طب وبره؟ اعلى. يبقى يخش ما يخشش؟ يبقى حاجه اعلى تخش على حاجه اوطى. كلام منطقي؟ طبعا. وهي الحاجه بتتحرك ازاي؟ يعني الهواء هيمشي ازاي يعني؟ وفرق الضغط. يعني هنا ضغط عالي وهناك ضغط قليل همشي. شيء طبيعي. لكن لو ضغط اعلى هناك مش هعرف همشي. بيحصل باك بريشر بقى، ده اللي يجي عليا. الغازات هي اللي تخرج لي من المروحه تيجي عليا. لا مش هتخرج تطلع لي. لا مش هتطلع. انا اللي هخش عشان الضغط ايه؟ اعلى. هخش بقى ايه؟ واكسح ولا ما اكسحش؟ اخش ازق. خلاص هوا داخل على حاجه محبوسه يلا زوق. بص تلاقي يحصل ايه؟ ناتشر درافت. فعلا بيكفينا حوالي 15 دقيقه يحصل فيهم ناتشر درافت. مجرد ما المروحه بتفصل، مروحتين يفصلوا يعني، يحصل ناتشر درافت لمده ربع ساعه. مده ربع ساعه. ده ناتشر درافت. اما لو الغلابه فصلت من غير المراوح، يعني مفيش حاجه يعني مثلا اي حاجه ثانيه، اي بروتكشن فصل الغلاب، بس المراوح شغاله. بعد الفصل المراوح تتناول ولا تفصل؟ لا لازم تفضل شغال عشان تعمل ايه؟ تكسح اللي جوه. بس هتكسح بقى هنا ايه؟ قول بقى بوست فايرنج بيرشي بقى. بوست فايرنج يعني ايه؟ ده بقى الضغط ده بقى. ده انا مخلي الضغط جوه الفرن اعلى من ضغط الجو. يعني كده كده خارجه خارجه. ولذلك بيكفيني بقى في اللحظه دي 5 دقايق بس. عشان عامل فرصة يعني فرق ضغط بقى حاجه قيمه يعني. ضغط بره واحد كامل وانا جوه اعلى. لازم تخرج، انا المروحه هي اللي شغاله، تفضل المروحه شغاله.
بس قد ايه بقى؟ 5 دقايق يكفيني لنكسح اللي جوه. اما النشر ضربت قلت وقت اطول، قلت ربع ساعه. ليه؟ عشان الضغط اللي يبقى بره يبقى اعلى من جوه، بس ايه؟ المقدار ايه؟ قليل قوي. فعامل مجهود بقى، واحد بيزق ايه ببطء يعني، بيزق واحده واحده يعني. اه انا اعلى بس تطير. غير بقى واحد اعلى اعلى فرق جامد، اه فرق جامد، ده يكسح اسرع والفرق قليل هيكسح ابطا. عشان كده فعلا بتعمل استنى ربع ساعه. ولذلك لما اروح محطات الاقي المداخن فيها عاليه، انا لوحدي كده اعرف ان المروحه ان فعلا موجود فيه مود من الكنترول في المحطه دي، اللي هو حاجه اسمها ناتشورال درافت. ربما يفقد المراوح اللي مخليه ضغط الفرن اعلى من بره، لو فقدها يبقى بس كسح الغازات اللي جوه، هتبقى محبوسه جوه تتكسح. يبقى لازم فعلا الطول بتاع المدخل ده يساعد على ايه؟ على الدرافت، يعني سحب الغازات من الفرن على بره، يعني تفضيه الايه؟ الفرن والغلام الداخل من الغازات. كده خلاص كده نضفت جوه، اقدر فعلا اشغل تاني، اقدر افتح واعمل صيانات وهكذا. نيجي بقى المسخن ده. المسخن ده دي وضع مختلف شويه. المسخن ده اولا عباره عن، بصوا كده مثلا ايه؟ علبه الجبن النسبي. هتلاقي 8 قطع. صح؟ 8 سيجمنت، مظبوط؟ طب حط كمان علبه فوقيها. برضه 8. حط علبه فوقيها، انت كده عملت اسطوانه. اسطوانه لها ارتفاع وليها ايه؟ وادي القطر بتاعها اللي هو قطر العلبه الجبن النسبي كده، والارتفاع بتاعها 3 علب. 4 5. انا بعمل بقى الكلام ده كده بارتفاع 3 متر. نمسك بقى حته الجبنه النسبي الواحده دي اسمها سيجمنت. سيجمنت يعني قطعه. سيجمنت يعني قطعه، من دول 8 قطع. الثمان كده عملوا ايه؟ دايره. ولا ايه؟ مش عامل اسطوانه اهو؟ الدايره دي جت ازاي؟ اهو مثلثات اهو، 8 مثلثات. يبقى 8 حتت. نفس القصه كده برضو، لو خدت بقى خدت حته الجبنه النسبي بقى دي بقى بعمل فيها ايه؟ دي بقى فاضيه بس بحط فيها شرايح. يعني معناه ايه؟ شريحه كده بس كورجيت، عامله زي الجراج كده او زي المنظر اللي وراكم ده. شبه كورجيت دي، يعني حته طالعه نازله. دي اسمها شريحه. بحطها بنصها جوه بقى علبه الجبنه النسبي، بحط ايه في الشرايح دي؟ شريحه جنبها شريحه. بعمل ايه؟ شريحه معوجه كده وشريحه عجله. الشريحه اللي بعديها تبقى معوجه. يبقى كده عملت مسامات. عملت كده ايه؟ مسامات. او ناحيه بقى الغازات بتعدي من قلب الايه؟ الشرايح دي. من تحت كده لفوق للشرايح اللي بعديها للي بعديها للي بعديها كده لما تطلع. ده تمام. تطلع ايه؟ الغازات نفس القصه هتخش برضو في الايه؟ المسامات دي. طب الانتقال الحراري يتم ازاي بقى؟ كده في ناحيه سخنه. لو احنا قلنا مثلا 4 حتت جبنه نستو ناحيه السخن، والاربعه التانيين ناحيه البارد. عشان قلنا نص هقسم نصين كده، نص للغازات ونص للهواء. في 4 حتت اهم واخدين نص داخل، في 4 هنا كمان. المسامات بتوع الاربعه دول مدخلين هواء، والمسامات بتاع دول مدخلين غازات. اما معناها بقت ناحيه سخنه ناحيه ايه؟ برد. طب ممكن احسن تتعبوا. ممكن نعمل حته سخنه وحته برده؟ ما ينفعش. يبقى طبعا في اجهاد حراري. زي ناحيه سخنه وناحيه بارده. هنعمل واحده واحده. اولا اول حاجه عشان يحصل تقمص. ممكن تلاقي الحاجات دي تنبع كده، تقمص كده. وناحيه سخنه وناحيه بارده. هنعمل واحده واحده يا دكتور. ايه؟ واحده واحده. ايه؟ خانه سخنه وخانه بارده. ازاي؟ هنقسم الـ8 بس بينهم واحده واحده. بس ناحيه كامله، 4 كاملين، عادي فيهم سخنه. لا لا. مع واحدة سخنة واحدة بارد. واحدة سخنة. فين واحدة سخنة واحدة بارد؟ مثلث يعني زي مثلث. عايز تعمل كده؟ لا ما هتعمل كده ازاي؟ أنا عايز أعمل جانب يعدي فيه الهواء خط مستقيم. وجانب يعدي فيه الغازات خط مستقيم. متخيلينها قوي؟ أيوه أسطوانة إيه؟ وأعملها نصين على حاجة. إيه يعني؟ أعمل كده نصين كده إيه؟ الطول كله، الطول أسطوانة. أدي ناحية أهي هيمشي فيها هواء، والناحية اللي جنبها غازات. بس مشكله بحاجه الجنب ده بس مشكله بحاجه الجنب ده سخن قوي، الجنب ده بارد. 60 درجه يعني.
تاني سخن جدا نزلت خارج الخارج تقريبا حوالي 420 درجة بعد عن مساحة 420 درجة عالي لا يفضل الوضع على كده لك لا بنعمل ايه بنحرك ده لازم يلف العامل بقى مسخن بايه يلف ليه بقى الناحيه السخنه خلاص سخن والهواء بارد انت عامل مسخن ليه عشان تسخن الهواء بالغازات طيب خلاص لما ده يتحرك يبقى الاربع قطع تحتيهم اربع قطع كل ده سخن اهو هيجي ناحيه الايه الهواء ومن الهواء ياخد حرارته منين من الشرايح السخنه يسخن لما يعدي من قلب الشرايح السخنه يسخن طيب والجنب اللي كان بارد وراح ناحيه الغازات هيبقى ايه يسخن وهكذا هو بقى بيلف بيلف بسرعه 3 لفات في الدقيقه يعني في الدقيقه يكون لف 3 لفات بس يعني بيلف ببطء عشان يدي فرصه للغازات ايه يسخن الجنب ده وعليه الجنب السخن هيتنقل ناحيه الجنب البارد يقوم الهواء يسخن لما يمر من قلب الشرايح دي والاربعه اللي كانوا باردين ونقلوا الناحيه الثانيه هيسخنوا بالغازات على ما على الهواء ياخد حراره يبردوا يعني وهو بيلف بقى على طول عشان كده فعلا عامل فعلا المسخن ده بيتحرك الموتور كهرباء طبعا عامل مجموعة دروس هيدروليك كابلنج كمان عشان اوصل من سرعه الموتور الكهرباء لغايه سرعه كام؟ 3 لفات في الدقيقة. هو مش في موتور هيدي 3 لفات موتور كهرباء؟ الموتور هيدي 1400 1500 لفة. موتور الكهرباء ان شاء الله يلفف لك 1400 لفة في الدقيقة 1500 لفة في الدقيقة. انت عايز 3 لفات في الدقيقة، لازم اعمل جير بوكس بقى حاجة تخفض السرعة. ان السرعة دي تقل 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 لغاية ما اوصل لايه؟ لترس ايه؟ 3 ل 10 ايه الاوف ستيب؟ هو السايكل. ثابت ازاي؟ اتجاه واحد لا ثابت في مكانه. ماشي في طريقه ماشي اتجاه على طول. انت اللي بتلف قدامي. انت اللي بتلف قدامي. بعدين كده اعملوا كده دايره كده اتحركوا قدامي انا ماشي اهو طريقه اهو. انا لافف المجموعه دي امر من قلبها. خلاص طريقه اهو. نبدا الاربعه اللي قدامي دول سخنين. بعدي في قلبهم بعدي بقلب الجبن الاسود بقلب الشرايح دي الشرايح دي مولعه مش كانت ناحيه الغازات مولعه فالغازات الهواء البارد ما يخش عشان التبادل الحراري الهواء يسخن والشرايح ايه تبرد وبعد كده بتلف مش كده ما بلف ما بتلف تروح ناحيه السخن وبيجي لي اللي سخن الناحيه الثانيه بيجي لي قدامي يبقى انا دايما بعدي باستمرار من قلب ايه سخن على طول والغازات بتعدي دايما من قلب ايه بارد على طول يبقى الشرايح اللي ناحيه الغازات دايما بارده عشان الغازات تسخنها نعم ليه بتاخد حرارتك من سطح معدني خل اسطح زي كده بالعكس كنت لسه هسالك ليه ما عملتش مواسير وغلاف كهيد الشنجر وخلاص ليه اعمل كده اللي هو ده النموذج المثالي معدن الكهرباء اعلى هيت ترانسليتر ممكن تحققه اعلى حاجه ده مش بالتيوب والغلاف يعني ممكن بس كنت ماشي بس الغازات جوه التيوب والهواء بره واخد حرارتي منين من التيوب ها زي اللي بقوله زي اي حاجه زي كده ده احسن انا باخد من اسطح لان دي شرايح اهو شريحه اهي خلي كده يكون شريحه كده الطول ده طبعا العلبه اللي تحتها شريحه من الطول ده تحتها شريحه من الطول ده حلو وطبعا الشريحه اللي جنبها كده وجنبها واحده معوق واحده عدل وبعد كده بلاش قلب دول ما بمشي في سيرفيس ليبيا ايه كبيره اسمعك يعني السيرفيس ليبيا بتاعت المصوره ناخد من بره كده اعلى ولا كده اعلى طبعا انت فاهم اهو الشريحة اهي تحتيها برضه الصف تبقى عالي من الجنب كمان في وبعد كده واحدة معوجة كده زي دي كده معوجة يعني زي الجراشة دي معوجة كده واحدة عدلة فيبقى مش في قلب دول يبقى بعرض
اكبر سيرفيس اريا حركه المياه، حاجه مهمه جدا جدا. ليتر ريزيستنس تو فلو، في مقاومه للماء ماشي، يعني غازات وهي ماشيه، في حد بيقاومها الهواء وهو ماشي، في حد بيقاومك. طب في الانابيب بقى؟ لا، الانابيب بيحصل ايه بقى؟ تمشي جوه مواسير، تتخنق جوه، ممكن يكون مواسير دي على شكل حرف يو، انت بتخش تلف جوه، ترجع تلف جوه، ترجع تلف جوه. تعمل مقاومه ولا ما يعملش مقاومه؟ يعني يعمل بريشر دروب ولا ما يعملش بريشر دروب؟ طب وده؟ يعمل بريشر دروب؟ ده انا ماشي في طريق عادي خط واحد. مقاومه فين؟ شارع اهو. بس الشارع ده محكوم. واحده عتله واحده ايه؟ معوده. واحده عتله، يعني انا ماشي في شوارع عتله، مش اي مقاومه. عشان كده ده فعلا بيعرض لاكبر سيرفيس اريا. واحنا اتفقنا لما السيرفيس اريا تزيد يبقى ليه ترانسفير ايه؟ تزيد. ليه بقى؟ ويث ليتل ريزيستنس تو فلو، ويث ليتل ريزيستنس تو فلو، باقل مقاومه للتدفق سواء للهواء او الغازات. مش كده ممتاز جدا جدا جدا. ولذلك هو ده المستعمل، ان انت اديت سيرفيس اريا كبيره قوي ومفيش مقاومه. لكن لو انا بقى الحاجه الثانيه برضه مفيش اي مشاكل في حاجات تانية، لو انت عامل مواسير لو مشيت فيها غازات، طب ما ممكن الغازات دي تسد المواسير. يعني الغازات دي بيور مفيهاش اسز، اي اشز موجوده، مفيهاش اي حاجه، مفيهاش اي سودس. يعني الغازات دي بيور مفيهاش اسز، اي اشز موجوده، مفيهاش اي حاجه، مفيهاش اي سودس، اي حاجه موجوده. هو الوقود نظيف 100% ولا فيه رماد وفيه كل حاجه موجوده، ودي بتبقى طايره مع الغازات، فبالتالي لما تمشيها جوه مواسير مثلا هتسد المواسير. ما انت عايز كل شويه توقف عشان تسلك المواسير دي وتنضفها. ها؟ الفلاتر هتتسد. توقف المحطه عشان تصلح الفلاتر؟ تنضفها؟ سريع انت دلوقتي بتعمل فلاتر ولا بتسخن؟ انا بعمل مسخن ولا بعمل فلاتر عشان انقي؟ زائد ان كميه الغازات رهيبه جدا، عاملها فلاتر ايه؟ كميه الفلاتر دي لما تكون كميه الغازات قليله. عشان كده لما تكون كميه الغازات كتير اعملها فلاتر ازاي؟ الساعه كام معاك؟ 11:30 5.